أهلا بكم من جديد. أحرزت مملكة البحرين المركز الثاني عربيا في مؤشر البنك الدولي لسهولة الأعمال لعام 2018، في حين تبوأت الإمارات العربية المتحدة صدارة الدول العربية. وبحسب التقرير الذي جاء بعنوان ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الإصلاح لخلق فرص العمل، شملت المؤشرات سهولة بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية، إضافة إلى الحصول على الائتمان وحماية أقلية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار. وبحسب تقرير البنك الدولي، فقد نفذت البحرين عدة إصلاحات في مجالات بدء النشاط التجاري والحصول على معلومات الائتمان والتجارة عبر الحدود، حيث أشار التقرير إلى أن المملكة سهلت تأسيس الشركات الناشئة. وقعت وكالة الفضاء الإماراتية اتفاقية للمشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران 2018، والمقرر عقده في قاعدة الصخير الجوية خلال الفترة من 14 إلى 16 من نوفمبر 2018. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مشيرا إلى أن مشاركة وكالة الفضاء الإماراتية في معرض البحرين الدولي للطيران 2018 سيعزز من فرص استقطاب عدد كبير من الشركات العالمية من موردين وصانعين ومختصين في قطاع الطيران والدفاع والفضاء، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة عدد زوار المعرض من رجال الأعمال والتجار والوفود الرسمية والدولية. أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أن الاستثمارات في قطاع الضيافة بمملكة البحرين سترفع الطاقة الاستيعابية بحوالي 4000 غرفة حتى عام 2020. وقد أكد الزياني في بيان صحفي استمرار الخدمات التي تقدمها الفنادق وفق التصنيف المطبق منذ العام 2015 وعدم التغيير فيها. وقد شدد الزياني على استمرار الحكومة في تطوير قطاعي السياحة والضيافة والقطاعات الفرعية من خلال تشجيع الاستثمارات وفتح نماذج مبتكرة للاستثمار الفندقي. وقد بيّن الزياني أن مملكة البحرين نجحت في استقطاب استثمارات سياحية لإنشاء 15 فندقاً من فئة 5 نجوم و4 نجوم، إضافة إلى منتجعات شاطئية سيتم الانتهاء من إنشائها خلال الخمس سنوات القادمة. شارك الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي في أعمال الدورة 11 لمؤتمر الوطن العربي بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. وقدم الرميحي خطابا في المؤتمر استعرض فيه دور مجلس التنمية الاقتصادية في دعم الاقتصاد البحريني في تحقيق النمو من خلال استقطاب الاستثمارات المباشرة ومساعدتها على زيادة أعمالها في المملكة، إلى جانب خلق الوظائف في السوق المحلية. كما استعرض الرميحي في خطابه عددا من الموضوعات والقضايا الرئيسية التي تهم قطاعات الأعمال، ومنها أثر انخفاض أسعار النفط والحاجة إلى دعم الابتكار وتحقيق التغيير في الاقتصاد وأهمية إعداد بيئة داعمة للقطاع الخاص وريادة الأعمال. والآن نتوقف مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الخضراء عند مستوى 1265 نقطة مرتفعا بنسبة 0.41%، وذلك عائد مشاهدينا لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,542,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 465,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 72 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 44% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
ونتابع الآن مشاهدينا مع أغلاقات البورصات الخليجية لهذا اليوم، ونبدأ مع السوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 6912 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.96%. أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6285 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.57%. وبالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4337 نقطة كما هو موضح على الشاشة بانخفاض بلغت نسبته 0.67%.